تسجيلات الأوطار. دلولي وين السبعاوي الحلال الليل يناوي، والله لحرق هالبنية بعيون العسالية. ويا حلال ويا سبعاوي مش بغو الكشاف، من السبعاوي دايما خاف، جيتك الليلي جديدي حاول ودبكي ساعيدي. ويا حلال ردوا حلالي صلاتك يا محمد، والله يا روماني صلاتك يا محمد وغزاتك يا ابليس. تحياتي للمباحث والاستخبارات العسكرية يا بعد قلبي، المباحث والاستخبارات العسكرية. ايوه ابو تيم وزع وزع. اللي ضيع
بعاويش وغنيت اجيك الليلي على جيت يا سبع عاويش وغنيت قلت انا غني من راسي واسلم ع كل الناس ويا حلالي علي ردوا حلالي واسمع على مخيم الورد وهو العين والله الليلي زي عيدين الله يرحم الشاهدين ويا حلال يا مالي ردوا حلال يا مالي ايوه صلاتك يا محمد اقوي ولعك ولعك لا يا صامد انت بعد قلبي يا صامد بعد روح يا صامد انت روح الرجل الأعمال الأول أخونا وحبيبنا طب الغالي يلا يا ابو يلا يا ابو عبد الحبيب قالوا ما شاء الله وما شاء الله لعديك دايت عبد الله قالوا ما شاء الله وما شاء الله لعديك قيادي يا عبد الله قالوا لي عمرك ما تنام فضلوا المنصة شوي ولا واحد على المنصة حطونا يا مش راضي غير الليل يلا يا شباب الجميع على المنصة ينزل يلا يلا أحلى أبو صقر يا أبو صقر قالوا لي وين السبعاوي عند ابو
وهاي هاي سوا سوا وهاي هاي وهاي هاي 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 وهاي هاي وهاي هاي وهاي هاي شو الله الله يا اخوي الهندسي ارفع راسك أنا أعتذر وأشد الاعتذار بهذا الشعب الحبايب والختيارين اللي معانا على الصف، ولكن في شغلة واحدة لازم نقوم عليهم. بدنا الشباب نفس ضلوا نفس الصف في الوسط، يخلوا الوسط كليا، لأنها فرقة لعبيات اليوم لأول مرة بتيجي على هاي البلاد. بدنا لعبيات وبدنا حريقة. الله أكبر. فبالله عليكم في أحراج الليلة، حراج عليك يا جماعة، من عيوني أنا أبو الحرج. جات علي الطلاق بالثلاثي، لو حرج علي رئيس دولة اليمن ما زبط معه. تعرفوش السبعة وسبعة وبوك اللحمية أنا والله ما بغني، والله ما صرت أغني إلا بعد ما راسي شاب وانحبست وانتعز الأعوال. علي الطلاق بالثلاثي ما غنيت إلا عشان أشيل الهم اللي فيه. افسحوا المجال وخليها رايقه، بلاش نولع مع السبعاوي ولا واحد في الوسط. صف التحيه الختيارين خليهم زي ما هم، بدكم تكبروا الصف على وسهلا. في الوسط ممنوع ولا حد يكون وسط. وسع الميدان. شركة الجيتاوي موتورز لتجارة السيارات، ودي لك انت تكرر لك الشباب الطارد فيها يا ابا، ودي لك هونداي جيتس يا ابا، مو شغل الماني اكوي يا ابوك الموت. انا بدي انزل على الصف، ولكن ما والله وبقول لك علي الطلاق ما ببلش فيه في النص ظل واقفين. هاي طلاق 100,000 دينار، حاط حالي 100,000 دينار يا عمي. انا اعطينا المسدس، اعطينا المسدس وخلنا ارحل من البلد، بديش البلد واللي فيها.